فيما تتواصل العمليات العسكرية للجيش العراقي ضد داعش في الأنبار، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية اليوم اعتقال مفتي التنظيم في منطقة الجلام بعملية نوعية شرقية محافظة صلاح الدين. دعا ممثل المرجعية الدينية السيد أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة في كربلاء القوى السياسية إلى ترك الخلافات وتوحيد مواقفها وتكريس الجهود لدحر داعش، مشيرا إلى الحاجة الماسة لدعم القوات الأمنية ومساندة أهالي المناطق لتحريرها من سيطرة التنظيم. الظروف العصيبة التي يعيشها بلدنا العراق والمنطقة برمتها، وهي تواجه الإرهاب الداعشي، تمس الحاجة أكثر مما مضى إلى مزيد من التكاتف والتنسيق بين جميع الأطراف المساهمة في محاربة الإرهابيين والقضاء عليهم. إن التوتر والاصطدام بين هذه الأطراف مما لا يستفيد منه إلا الإرهابيون الذين يتربصون بالجميع ولن يفرقوا بين طرف وآخر في ظلمهم وإجرامهم. ميدانيا، بدأت القوات المشتركة بمساندة طيران الجيش عملية عسكرية واسعة في حي التأميم الواقع في الرمادي مركز محافظة الأنبار لتحريره من قبضة المسلحين. ولحي التأميم أهمية استراتيجية كونه أول حي من أحياء مدينة الرمادي، ويعد أحد أهم معاقل داعش، فيما يرى خبراء عسكريون أن استعادته تعني تحرير كامل مدينة الرمادي من عناصر التنظيم. إلى ذلك، هاجمت القوات الأمنية تجمعات لداعش في منطقتي المحامدة والعابد غربي بغداد، ما أسفر عن تدمير معدات عسكرية ومخازن للسلاح، في حين عالجت منازل مفخخة في منطقة جسر الرعود الواقع غربي العاصمة أيضاً.